السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. في هذا الفيديو سوف نتناول أخطر ما جاء في بيان قوات صنعاء الذي أذيع يومنا هذا الأربعاء، فكونوا معي وإلى التفاصيل. حمل بيان القوات المسلحة في صنعاء معلومات خطيرة، يبدو أنها ولأول مرة ترد ضمن البيانات التي يعلنها المتحدث العسكري للقوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع. ويبدو أن القوات اليمنية في صنعاء بدأت استخدام أسلحة جديدة ومتطورة في العمليات العسكرية، كما يبدو أن العملية تأتي ضمن مرحلة التصعيد الرابعة التي أعلنت عنها دعما لغزة. وجاء في بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قواتهم البحرية استهدفت بالصواريخ المدمرة الأمريكية ماسون، وأكد أن الإصابة كانت دقيقة، وهي المرة الأولى التي ترد عبارة التأكيد بالإصابة الدقيقة عند الحديث عن استهداف مدمرات أمريكية. وعادة ما كانت تقول أن العملية حققت أهدافها وقد يكون الهدف بعيدا عن محاولة إلحاق الضرر بالمدمرات الأمريكية. كما أعلن العميد يحيى سريع عن عملية مزدوجة شاركت فيها القوات البحرية والطيران المسير والقوة الصاروخية لاستهداف سفينة الشحن ستيني في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدا أن الإصابة أيضا كانت دقيقة. وأوضح أنه تم استهداف السفينة دي ستني بعد استخدام التمويه للوصول إلى ميناء إيلات بين قوسين أم الرشراش، ورفض التجاوب مع تحذيرات القوات اليمنية، وأن السفينة أصبحت مستهدفة ضمن نطاق عمليات القوات المسلحة اليمنية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.